أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة الأمريكية وموقع صحيفة فورنافال المهتمة بالسياسة الخارجية الأمريكية، والتي نشرت تقريرا ذكرت فيه أن عدم وجود حكومة موحدة في ليبيا يمثل أحد أهم التحديات الرئيسية، دون اعتبار عشرات الجماعات المسلحة أو تنظيم الدولة، حيث لا يعترف المجتمع الدولي سوى بحكومة مقترحة من البعثة الأممية، وأن الدول الغربية والأمم المتحدة لا تعترف بها فقط بل ساهمت في إنشائها. وذكر الكاتب أنه بغض النظر عن الخلافات حولها، إلا إن عددا من الليبيين يدعمها أو تمالك نفسه عن انتقادها، لأنهم يفضلون وجود مخرج من العنف. لكن تبدو هذه الأخيرة على حافة الانهيار بحسب الكاتب، والذي اعتبر أن فشل الحكومة المقترحة ليس مسألة سياسية أو عسكرية، فقد فشلت في حل القضايا الأساسية في السياسة والحكم، مستشهدا بمثال ارتفاع عدد أعضاء المجلس الرئاسي المسموح به بموجب تشكيلها من 3 إلى 9 دون أي سلطة قانونية أو تفسير، واستنادا فقط على اعتبارات عرقية وجغرافية، وبسبب ذلك أصبح المجلس أشبه بمجلس قبلي بحسب الصحيفة. إلى الصحافة الكندية وموقع ديجيتال جورنال، والذي ذكر أن مجلس النواب في طبرق صوت بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة، ومنذ ذلك الوقت كلف المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة جديدة من 8 أعضاء فقط بدلا من 17 سابقا، لكن لا يوجد مؤشر على إعداد أي تشكيلة جديدة رغم بعض الاجتماعات التي قام بها المجلس الرئاسي، وقد تجاوز بالفعل الموعد النهائي لتسليمها، مضيفا أن مجلس النواب أرسل رسالة إلى الأمم المتحدة تحتوي قائمة تضم 13 عضوا لتمثيله في الحوار، من بينهم 2 فقط يساندان الحكومة المقترحة. واعتبر الكاتب أن هناك أملا ضئيلا في المصالحة، حيث يبدو حفتر منشغلا بتشكيل حكومة عسكرية في شرق ليبيا، فيما تبدو الأمم المتحدة والحكومة المقترحة منشغلين بجمع الشخصيات والتقاط الصور دون التخطيط للمستقبل حسب تعبير الموقع. أخيرا إلى الصحافة العربية وموقع صحيفة البلاد الجزائرية، والذي ذكر أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ليبيا مارتن كوبلر أقر أن المقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية تعد جيدة ومحل دراسة، مضيفا خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الخارجية رفقة الوزير المنتدب المكلف بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهل أن طلب الجزائر بحظر الأسلحة وتشديد المراقبة مقبول، كاشفا عن إرسالية إلى مجلس الأمن تم على إثرها استصدار أمر بتكثيف المراقبة وتطبيق حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن تقارير خارجية سوف تصل مستقبلا إلى مجلس الأمن من أجل تحديد مصدر الدول التي ترسل أسلحة إلى ليبيا، فضلا عمن تشتري النفط بطرق غير قانونية.